بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا قبل البدء احنا قل بابا اذا واحد بيتكلم انا بسكت، ما بتكلم. لا لا بتكلم من اسكت، ابغى اشوفكم هادئين كلكم. بابا كبار انتونا، يا انا اتكلم يا انتونا. يلا بابا منشوف رايكم. حبيبي اذا بتتكلمون بمشي، لان احنا في مأتم الامام الحسين، والامام الحسين ما يرضى عن الخطأ، واللي يشوف خطأ وما يقول لغير انها اللي يشوف خطأ وما يقول عنه خطأ يعتبر مشارك فيه. تحبون نسوي خطأ في محرم او غيره؟ انتون تقولون تحبوا الامام الحسين. بابا نقعد، روح قعد منك، خلي يجون بس يقعدون، وابغي هدوء عشان نبدأ. عندكم طبعا العرض بيطلع على الشاشات اللي على يمينكم ويساركم، بس ما راح ابدأ اذا واحد مو منتبه او يتكلم. وانتون تقولون ليه؟ انتون تقولون ليه انت تسوي خطأ؟ وإذا شفتوني سكت يعني في واحد مسوي خطأ. ليه؟ يلا روح قعد. اي هذا ولدي بحولهم من سفر عني. مرة ثانية الحين بنبدأ. صلوا على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم. طالعوا العرض اللي موجود على الشاشات. أول ما نبدأ دائما بالسلام على الإمام الحسين، والسلام عليه له ثواب عظيم خصوصا في هذه الأيام. بابا اللي وراء مو يانا، نقعد بابا نقعد. يلا اللي وراء بابا سكتهم. زين شوفوا الملاحظات المكتوبة، إلا إذا ما صارت ما راح نبدأ. إذا ما صارت ما راح نبدأ. أول شيء مكتوب 1 النظافة، 2 الخروج الآمن وبهدوء بعد الانتهاء، 3 عدم الانشغال بالأجهزة الإلكترونية أو الكلام. خلونا نطبق رقم 3. منشوف اللي مشغولين بالكلام اللي وراء، اللي ورا بابا اكو عنده تليفون ويتكلم، شيئين سوى خطأ. ما منبدأ شيئين. زين هاي رقم 2، 3 عدم الانشغال بالأجهزة الإلكترونية او الكلام. وإذا واحد صدق يحب الإمام الحسين مو بالكلام. أنا للأسف الحين شفت ناس ما بقول أساميهم يقولون نحب الإمام الحسين بلسانهم، لكن فعلهم غير. أنا أحب الإمام الحسين، أحب الإمام الحسين، ولما أجي الماتم أسولف يقول لك الإمام الحسين ما أبغيك أنا. إذا أنت تسولف في الماتم وما تنتبه للخطيب أو للمحاضرة ما في فائدة، يعني كلامك ما منه فائدة. تبغون الإمام الحسين يغضب علينا؟ نبغى دا نقول شو نسوي بابا؟ انزل. إذن رقم 4 لابد أن نظهر محبتنا وولاءنا للحسين عليه السلام ونبتعد عن الكلام والضحك. احنا في عاشوراء في الايام اللي قتل فيها الامام الحسين عليه السلام، ونجي الماتم ونضحك. تدرون نصير مثل من هو؟ مثل الشمر. الشمر يوم قتله والامام الحسين ضحك. احد يحب الشمر منكم؟ الا يضحك كأنه يساعد الشمر. اللي ما يبين أنه حزين في محرم كأنه يحب الشمر. اللي يتكلم وما يقعد عدل، خلونا نبين نحن صدق نحب الإمام الحسين. الحين عجبتوني رد بابا. انزل نكمل. الإمام الحسين قتلوه من أجل الأشياء الحسنة،
من ضمنها اللي قال لنا نسويها. وش قال لنا الإمام الحسين نسوي لازم؟ ها البكاء. البكاء بعد الصلاة. ممتاز الصلاة أحسنت. التضحية. التضحية بارك الله فيك. بعد في الماتم. في الماتم نجي. شكرا. نصي على الحسين. نحافظ القرآن. أحسنت القرآن وصلنا. إحنا من سر الإمام الحسين عليه السلام كلنا من نجلس جلسة سليمة من نقرأ سورة قل هو الله أحد. اللي بيقرأ القرآن لازم يكون جاهز جلسته سليمة وما يتكلم. يلا كل بعض واحد أعوذ بالله وبسم الله. يلا جلسة سليمة. واحد اثنين ثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي. الحين انتون افرحتون قلب الامام وحصلتون على درجات وليكم الاجر والثواب في الدنيا والاخره. كل سنه من يجي محرم العلماء يخلون شعار يسمونه شعار محرم. الشعار عباره عن جمله من اقوال المعصومين او من اقوال الامام الحسين عليه السلام. بعضكم يعرفون أدري بس خلنا احنا نكلم الجماعة اللي موجودين هنا. بابا خلوني بقرأ إليكم اللي مكتوب. شوفوا هاي تشبيه الإمام الحسين وتحت مكتوب قال الإمام الحسين عليه السلام يوم جب حارب الكفار الأعداء أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أحمي أهلي أحمي عيالات أبي إلا باللون الأحمر هو الشعار من اقرأ أمضي على دين. الحين أبغي صوتكم عالي تقولون بعدي نرفع إيدنا ونقول شعار محرم لهذا العام بصوت مرتفع بعد ما أنا أقول نرفع إيدنا قبضاتنا للأعلى ونحفظ شعار عاشوراء لهذا العام ونردده بعد الأستاذ أمضي على دين النبي. هذا على صوت عندكم؟ هذا على صوت عندكم؟ بسمع الحين أبغي الماتم اللي داخل واللي برا يسمعون شعار عاشوراء وتقوله في البيت وتقوله للبابا والمام والكل أمضي على دين النبي. أمضي على دين النبي. أمضي على دين النبي. من هو اللي قال هذا الشعار؟ قال الإمام الحسين عليه السلام وقال أنه يضحي. تدرون الإمام الحسين بابا اسمعوا الإمام الحسين قالوا له اترك الإسلام ما نبغى الإسلام. قال لا أنا بحافظ على الإسلام. بابا اللي يلعب في التلفون إذا بتلعب ما تقعد يانا تقدر تروح برا حبيبي ما يصير. يلا حبيبي يلا خليك يانا. قالوا للإمام الحسين اترك الإسلام. قال لا أنا بحافظ على الإسلام وعلى الصلاة وعلى الدعاء وعلى العزاء. قالوا له من اقتلك؟ قال اقتلوني. قالوا له من اقتل أولادك؟ قال اقتلوهم في دان الإسلام. قالوا له حتى الطفل الرضيع من اقتله؟ قال اقتلوه. قالوا له من احرق الخيام؟ قال احرقوهم. من اسبي النساء والأطفال من طلعهم من كربلاء من وديهم لكل مكان؟ قال اسبوهم. أهم شيء الإسلام يبقى. فالحسين ضحى علشان مين؟ علشان ونجحنا نسوي أشياء خطأ. الحسين ضحى علشان الدين يبقى إلينا. فإحنا لازم نحافظ على هذا الدين. نحافظ عليه بالقرآن بالصلاة بالأخلاق
نكمل. طلع الإمام الحسين، في ناس بابا قلنا له يسوي خطأ نقول له خطأ. الإمام الحسين شوف وش قال بالأصفر، قالوا أنت وش ليش طلعت من المدينة ورحت مكة وكربلة؟ وش تبغي؟ تبصير رئيس؟ تبصير حاكم؟ قال لا، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن يعني وش معناته يا أولادي؟ معناته إيه؟ قول خلنا نشوف. ما نسوي الأشياء اللي مو زينة. أحسن، ما نسوي الأشياء اللي مو زينة. بعد أبغى غير جدا، تفضل حبيبي. ان احنا نأمر الناس انهم يسوون الشيء الصح وننهيهم عن الشيء اللي مو عدل. بارك الله فيكم، ممتازين. يعني معناتها حبيبي بعد شارك يعني. نقول الصدق. احسنت. يسوون الصح الجديد. احسنت. اقول الصدق ولا اسوي الشيء الخطأ، يعني ما اكذب. او كل اجاباتكم حلوه، نزلوا اياديكم. خلونا الحين بقول انا بسرعه، معناته إذا شفنا واحد يسوي خطأ نقول له قف، أنت تسوي خطأ لا تسويه. شفنا واحد عيب على واحد من اليوم أقول لا تعيب على أحد، خطأ. هذا معناته أنهى، لا لا تأشر على هذا، معناته أنهى عن المنكر. المنكر الشيء اللي مو زين. أأمر بالمعروف يعني إذا في شيء لازم نسويه واحد ما يسوي يعني ما يصلي، أقول له قوم صل، روح المسجد، إحنا مو يومية. إذا سكت يعني وش؟ أنا ما بتكلم، يعني في اثنين يتكلمون. مو يوميا أنتم ترفعون إيدكم وتقولون سلام يا، اللي يقول سلام يا مهدي لازم تطبقها. سلام يا، سلام يا مهدي ترى تحتاج عمل. اللي يبغى الإمام المهدي يظهر يعدل أخلاقه وأسلوبه ويسوي الصح ويتباعد عن الخطأ. زين نكمل. ولذلك الإمام الحسين طالع، احفظوا وياي أولادي كلكم، الإمام الحسين كان موجود في المدينة، كان موجود في وينه؟ خرج من المدينة راح إلى مكة. واحد المدينة راح وينه، وبعد مكة راح كربلة. أعيد بتشوف اللي انتبهوا، هذا اللي منتبهين يا نتوقعون. بابا يلا قعد مكانك، خلنا اشوف من هو اللي منتبهين. الامام الحسين كان موجود في وين اول؟ مدينه. احسنت. راح الى وين بعدين؟ الى مكه. وثم راح كربلاء. كربلاء. كربلاء، بارك الله فيكم. كان في وين؟ في المدينه. إلى وين بعدين؟ مكة. ثم إلى كربلاء. في هدايا بعد؟ إيه. خلنا أشوفهم الحين براويهم. نزلوا أيديكم شوي، طالعوا لهني. تمام. الحين قاعد حبيبي، وين مكانك؟ أي مكان، كل الأماكن زينة. يلا بابا يلا سريع. الهادئين والمشاركين شوفوا الهدايا هذه بركة من عند الإمام الحسين، مو من عند الماتم ولا من عند أستاذ علي ولا من عند أستاذ حبيب، بركة من الماتم. زين فخلكم هادئين، إلا بيحصل بركة من عند الإمام الحسين، يعني حظ عظيم. يلا خلنا نكمل وبتشوف الحين اللي بعطي. أول واحد بعطي، احفظ روح أنت واحد، هلا بقول لي بعدين بصير لكم تكريم. واحد وش اسمك؟ سيد علي. من تشوف عقب سيد علي من هو اللي بيجي؟ زين نزلوا أياديكم. فأعيد، الإمام الحسين خرج من المدينة ثم إلى وبعدها إلى. خلونا نشوف مقطع بسيط عن هذه الرحلة وعن واقعة كربلاء، من يوم هو في المدينة إلى لين راح مكة إلى أن خرج إلى كربلاء وحاصره الجيش. وحاصره الجيش، تتوقعون الجيش اللي حاصره كم واحد؟ 100؟ 200؟ 1000؟ 2000؟ 10000؟ 20000؟
وش رايكم نشوفه وبعدين نقول كم العدد؟ خلنا نشوف بعدين نقول كم العدد. نشوف وبعدين نقول كم العدد. نهدأ. يلا. وش قلنا؟ بسألكم بعده حق الهدايا، طالعوا الفيلم المقطع بعدين بسألكم عنه. طالعوا الحين الصوت بيشغلونا وبعدين في أسئلة وهدايا عنه. أمضي على دين النبي. أمضي على دين النبي. اللي يمضي على دين النبي لازم من هني من البداية أمضي على دين النبي، وأنا من الماتم ما أسكتك حين أربع مرات يصير لا أقوله. يلا نبدأ بشرح لكم. يلا نبدأ. يمينكم ويساركم أولاد. نكمل ونستمع مع قتال الإمام الحسين وصلوا كربلاء. شوفوا الجيش قالوا احسبوا، شوفوا الإعداد. يوم العاشر وش صار؟ بعد المعركة أصحاب الإمام الحسين كلهم انقتلوا وبقوا على أرض كربلاء وبقى الإمام الحسين.
يشهد الإمام الحسين، لكن هو المنتصر. وقف أستاذ بس. زين، خلكم وياي. نوقف كلنا. تخيل إنك اليوم في كربلة وشاهدت الإمام الحسين وحاوطوا الجيش اللي وصل عددهم تقريبا كم؟ مئات الآلاف. واحد قال 30,000، واحد قال 50، واحد قال 70، والإمام الحسين بس تقريبا 70 وشوي اللي عنده. وسمعت الإمام الحسين يناديكم انتونة كلكم، يقول ليكم ألا هل من ناصر، يعني أحد يساعدني وينصرني؟ احنا من نادي ومن لبي قبضاتنا فوق ومن وصل صوتنا إلى كربلة إلى الإمام الحسين، كلنا صغار وكبار منقول له احنا فداك يا إمامي يا حسين، منقول بصوت عالي 3 مرات لبيك يا، يلا لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. شكرا أولادي، نستريح. عندنا الحين كم سؤال ولطمية قبل لا تخرجون للعزاء، أبغيكم هني وبعدين تطلعون للعزاء. بس لحظة شوي، خلني بس كم سؤال الحين نشوفون اللي بحصل الجوائز. تعال بس دقيقة حبيبي، تعال. الإمام الحسين يوم وصل يوصل كربلاء في الفيديو ذكروا إن الأعداء منعوا عنهم شيء مهم، وش اللي منعوا عنهم؟ الماء. أحسنت، منعوا عنهم الماء وبقيوا عطاشة 3 أيام وأكثر. شكرا لك، هدية بعدين. تعال حبيبي، هادي ومهدي هني بعد ما شاء الله. احنا إذا نحب الإمام الحسين لازم نعرفه ونعرف سيرته. واحد يقول تحب الإمام الحسين؟ قلت له نعم. من هو أبوه؟ قلت ها ما أدري. ما يصير، من هو أبو الإمام الحسين؟ الإمام العلي. العلي؟ لو علي الإمام علي ابن أبي العلي. ليش تقولون كله العلي؟ ها الإمام العلي ابن، مو العلي، الإمام، الإمام العلي ابن أبي طالب. الإمام علي ابن أبي طالب. شكرا لك، هدية بعد. ما حصلت هدية اليوم له؟ ابغى واحد من الصغار الحليوين هذه. تعال صديقي، تعال تعال. هدايا ولا ما حصل هديه يزعله؟ يزعل؟ يلا. الامام الحسين تحبه لو ما تحبه؟ احبه. لو تشوف الشمر جاي بيقتل الامام الحسين وش تسوي؟ ادعي الى الامام الحسين. انزين، تدعي الى الامام الحسين وبعد وش تسوي في الشمر هو جاي بيقتل الامام الحسين؟ اصلي. تصلي؟ انزين، بعد ما تروح تساعد الامام الحسين؟ اقرأ القرآن. تقرأ القرآن وكل هذه الاشياء يحبها الامام الحسين. وليك هدية. اخر واحد قبل اللطمية البسيطة. تعال صديقي أسرع. أيها الحسيني، وش اسمك؟ سلمان. سلمان البطل حبيبي، شو أخبارك؟ زين؟ زين. تحب الإمام الحسين؟ إيه. واجد لو شوي؟ واجد. لو شفت واحد بيقتل الإمام الحسين وش تسوي؟ أدافع عنه. دافع عنه، أحسنت. إنزين، إحنا الحين شلون نقدر نخلي الإمام الحسين يصير مسرور عنه ويحبنا؟ وش نسوي لازم؟ نخدمه. نخدمه. شلون نخدمه؟ في الماتم بعد له نصب شاي ماي ننظف، صح؟ وليك هدية بعد شوي. الحين بسمعكم قصيدة كذي سريع عشان تكونوا مستعدين للطم العزاء في الخارج، ومن نختم نوقف عشان نسمع اللطمية. نوقف وابغى تعزون اياه وتجاوبون. ابغي هدوء ها اولادي. يلا نسمع وتشوفوا شلون الناس تستعد إلى الإمام الحسين. يمين ويسار، نوقف 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 نوقف. مني أو مني، هيا يلا أبغيكم تعزون تلطمون. تشوفوا شلون يستعدون لخدمة الإمام الحسين، يسوون ملابس سوداء. يا بنات
الحين. السلام عليك يا بعد الله يا ابن رسول الله يا ثاب الله. السلام عليك يا بعد الله يا ابن رسول الله يا ثاب الله. على عهد منا مولاي فاقبلنا أنصارا للمهدي حجة الله. سيروا للأبد في منهج الدين كونوا بالعهد شيعة موالين. هذا عهد الإسلام تعلو في الأحكام من أجل الصلاة الذبح لحسين. عهدنا الحسين ونبقى خدام يحضر موكبة ونعزي كل عام وسط الماتم النور تاني مسجد النور من أجل الحسين ونصر الإسلام. صونوا واحفظوا هاي الشعائر ضحوا الروح في دول المنابر. هذه العلن والروح في دوائل المذبوح تبقى كربلا وكل يوم عاشر. يحييها الأمر مهما جرى انصار يبقى للأبد لحسين انصار عزانا ويا الأحزان واجب نبي ازمان يوصف كربلا لحسين زمان. أن أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم. ولا ننسى أول شرط قلناه في الانصراف نروح فوضى. لا وين اللي لهم هدايا يجون بس في الخارج اللي قلنا إليهم. بكرمكم أستاذ علي.
ها؟ لا بدي اني عشان مره واحده اتحمم برا.